الأخبار من الحدث. إيران تزيد ضغوطها على العراق، ميليشياتها تهدد ووزاراتها تخفض وقود الغاز لقطع الكهرباء. وسائل أعلام ليبية تتحدث عن بحث الوفد المصري مع وزير خارجية الوفاق عدة ملفات، من بينها إعادة فتح القنصلية بطرابلس. القوى السياسية السودانية تسابق الزمن لحل أزمة الحكومة، وأنباء عن إمكانية تشكيلها قبل نهاية العام. معارضون ومنظمات حقوقية يصفون نظام طهران بالدموي، ويعتبرون عام 2020 بعام المشانق في إيران. تحية طيبة، أهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. البداية من العراق، وفي خطوة اعتبرتها مصادر سياسية وسيلة للضغط على حكومة مصطفى الكاظمي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن إيران ستخفض من إمدادات وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب، وذلك لعدم تسديد العراق لديونه المترتبة على شراء الغاز، مشيرا إلى أن التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط. قال الناطق باسم وزارة الكهرباء في تصريح خاص للحدث أن ساعات تجهيز الكهرباء انخفضت بشكل واضح بسبب القطع المفاجئ لصادرات الغاز من إيران. وفق مصادر سياسية، فإن إيران تمارس الضغط على الحكومة العراقية بتقليل تصدير الغاز كلما حاولت الحكومات الخروج عن الأوامر الإيرانية. من جهة أخرى، وبعد تهديدات ميليشيا العصائب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دخلت ميليشيات حزب الله العراقي على الخط مهددة الكاظمي هي الأخرى، ووصفته بالغادر داعية إياه لعدم اختبار صبرها. وفي تهديد مباشر، قالت الميليشيا في سلسلة تغريدات أن الاستخبارات الأمريكية لن تنفع الكاظمي ولن توفر له الحماية. المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري تنصل في تغريدته من إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية، ودعا إلى ضبط النفس، معتبرا عمليات القصف في الأيام الماضية يجب ألا تتكرر. إلى ذلك، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أن الحرس الثوري الإيراني نقل اعتادا عسكريا إلى العراق. بحسب الصحيفة، فقد قام الحرس الثوري بنقل صواريخ أرعش قصيرة المدى الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانيا نقلها إلى العراق. أضافت بأن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية. وأيضا بحسب موقع القبص، فإن عمليات نقل صواريخ أراش والطائرات المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى معسكر الكوثر التابع لفيلق القدس والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ شلامجة الحدودي إلى العراق، بينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات فيلق القدس هم من يتولون عملية الإشراف عليها. دخول ميليشيا حزب الله العراق على الخط وتهديد رئيس الوزراء، تحدثنا عن هذا الملف الزميلة هدير الرباعي. تفضل هدير. نعم حسام، إذن ما يتعرض له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من تهديدات وتحديات يكشف حجم الصراع بين الدولة واللا دولة في العراق التي تمثلها الميليشيات الموالية لإيران، التي كثفت من اعتداءاتها الأخيرة بكل الاتجاهات. بداية، نرصد من عمليات تهديد ميليشيات الكتائب للأجهزة الأمنية
أي كتائب حزب الله للأجهزة الأمنية والكاظمي في شهر يونيو بعد عملية البعيثة جنوب بغداد، ثم تكرار استهداف السفارة الأمريكية والأرتال والقواعد العسكرية وصولا إلى موقف العصائب وتهديدهم لرئيس الوزراء والأجهزة الأمنية أول أمس، ليأتي تهديد أبو علي العسكري أو حساب أبو علي العسكري على تويتر، وقيل بأنه المتحدث باسم ميليشيات حزب الله، وتطاول هذا الحساب على رئيس الوزراء العراقي يوم أمس في خطوة تم وصفها من قبل مختصون بأن ميليشيات الحزب استشعرت بأن قيس الخزعلي زعيم ميليشيات العصائب يسعى للزعامة، ومن خلال تغريدة أبو علي العسكري فقد وضع هذا الحساب العصائب في مواجهة واشنطن باتهامها باستهداف السفارة الأمريكية واستفاد من العملية الأخيرة العصائب. ووفق مصادر عسكرية فإن ميليشيات حزب الله هي من قصف السفارة قبل أيام بأوامر إيرانية. أما العصائب فإنها متهمة بالاستهداف قبل الأخير، إضافة لعملية الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي. وتشير مصادر سياسية إلى أن استهداف الكاظمي يمثل استهداف رئيس الوزراء، طبعا كما هو سيناريو استهداف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي حاول تحجيم سطوة الميليشيات الموالية لإيران بعد نهاية الحرب على داعش، ولكن أيضا حاصرته هذه الميليشيات. وفيما تبدو الميليشيات موحدة لكنها تتقاتل فيما بينها على الزعامة بعد مقتل أبو مهدي المهندس، وإيران مستفيدة من هذا الصراع والسباق لإرضائها على حساب العراق على يد هذه الميليشيات، إضافة إلى أن الحشد الشعبي لم يعد جسدا واحدا كما كان أول التأسيس. فالخلافات على أشدها بين أبو فدك رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي وهو عبد العزيز المحمداوي، والمجموعة التي تدير، وهنا مفصل جديد تم الكشف عنه، مجموعة تدير حساب الحساب المعروف أو المسمى بحساب أبو علي العسكري، وهو قيل بأنه المتحدث باسم كتائب حزب الله، ولكن اتضح بأنها مجموعة تدير هذا الحساب، كذلك مع الخزعلي وهادي العامري وباقي الفصائل الموالية لإيران. وهذه الفصائل مجتمعة في حالة صراع مع مقتدى الصدر وسرايا السلام من جهة أخرى. والأكثر غرابة حتى الآن أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لم يصدر أي بيان بشأن أو توضيح حول سلوك هذه الميليشيات باتجاه الدولة أو الكاظمي. ووفق مصادر خاصة فإن هذه الميليشيات فشلت حتى الآن في جر الكاظمي إلى مواجهة مسلحة، وهو المخطط الإيراني لاستنزاف القوات العراقية في هذه المرحلة التي بدأت تتعافى طبعا، والخوف من هذه القوات العراقية مسألة متجذرة بالجانب الإيراني. حسام، كل الشكر لك هدير على كل هذه التفاصيل. شكرا. في تطورات الملف الليبي، قالت قناة ليبيا الأحرار الموالية لحكومة الوفاق نقلا عن مصادر ليبية إن لقاءات الوفد المصري السياسي الأمني في طرابلس تهدف إلى تمهيد الأرضية لإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاون الأمني بين القاهرة وطرابلس. نقلت القناة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية للوفاق محمد القبلاوي أن الوفد المصري بحث مع وزير الخارجية محمد سيالة عدة موضوعات اشتملت على ملفات أمنية سياسية وأيضا الملاحة الجوية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة المتعلقة بالحريات وإعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس. كما التقى الوفد الذي يضم النائب رئيس جهاز المخابرات العامة ومساعد وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في الحكومة المصرية، التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق إلى جانب رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد إلى جانب رئيس المخابرات المكلف عماد طرابلسي. مراسل حدث زميلنا محمد مسعود يحدثنا من بنغازي عن تفاصيل هذا الاتفاق. مرحبا بك محمد، تفضل. نعم حسام، انتهت أولى المحطتين في هذه الزيارة إن صح التعبير للوفد المصري، حيث بدأ هذا الوفد بزيارة مقر الخارجية الليبية، بعد ذلك حسام توجهوا إلى مقر المجلس الرئاسي والتقوا بنائب رئيس المجلس أحمد
معيتيك، بعدها توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية وينتقلون في هذه الساعات الآن أو في هذه الأثناء التي نتحدث فيها على الهواء إلى أحد أكبر الفنادق في العاصمة الليبية طرابلس لوجبة غداء، ومن ثم ينتقل الوفد المصري صحبة وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات بحكومة الوفاق إلى مقر السفارة المصرية، حيث كانت هذه النقطة هي مسار أيضا انتباه ونقاش موسع ما بين الطرفين، وهو بحث مدى إمكانية إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح القاهرة لقنصليتها بالعاصمة الليبية طرابلس، ناهيك عن التنسيق الأمني الآخر والسياسي. حتى ولو كانت هذه الزيارة كما أسلفنا في مداخلات سابقة حسام هي الأولى من نوعها منذ 6 أعوام، ولكن بدأ هذا التنسيق في العام الماضي بالتحديد أو في هذا العام الجاري في شهر يونيو، عندما تم التواصل مباشرة ما بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مصر مع وزير داخلية الوفاق للإفراج عن 25 عاملا مصريا احتجزوا في المنطقة الغربية، ووصلوا بعدها وتم إطلاق سراحهم بهذا التنسيق المشترك ما بين الطرفين. تبعه زيارة لهذا الأخير وزير داخلية الوفاق إلى القاهرة في شهر نوفمبر من هذا العام حسام، لتأتي هذه الزيارة مكملة لكل هذا التنسيق، ولكن الاختلاف يعني الوحيد هو هذه الزيارة تحمل طابع سياسي أيضا وعلني وصريح ما بين الحكومة المصرية وأيضا حكومة الوفاق على الصعيد الأمني، ومعه أيضا الصعيد السياسي خاصة في ظل هذا التصعيد المتزايد في الآونة الأخيرة وكثرة الحديث عن ربما سيكون هناك حرب وشيكة بعد كل هذا التصريحات، وحتى قلة المساعي السياسية أو انخفاض وتيرة حسام المساعي السياسية التي قد تفتح الأفاق لحرب أو اقتتال جديد قد يحدث على الأراضي الليبية. كل هذه العوامل وغيره أيضا ساهمت في هذه الزيارة وهذا الانفتاح الجديد والعلني لمصر على حكومة الوفاق من خلال هذه الزيارة والتعاون. نعم. بعد ما كان أمني مخابراتي فقط ينتقل ليكون بشكل علني وسياسي حسام. طيب محمد، الحقيقة يعني بحسب مصادرنا في ليبيا، مصادركم التي أطلعتكم على هذه الزيارة بعد أن كانت غير معلنة لحين فترة الحديث عنها، بحسب نفس المصادر لربما ومصادر أيضا متشابكة من الجيش الوطني الليبي، ماذا تتحدث أوساط الجيش عن هذه الزيارة؟ كيف ينظرون إليها؟ من أي زاوية؟ وهل هم مرتاحين أيضا لزيارة الوفد المصري لطرابلس؟ على الصعيد الرسمي حسام لا يوجد أي تصريح واضح أو رد فعل واضح من قبل قيادة الجيش الوطني هنا في شرق البلاد، ولكن هناك ثقة كاملة يعني بحسب كل التصريحات من قبل قيادة الجيش أو حتى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش بأن هناك ثقة كاملة في الدور المصري ورغبة الدور المصري في الحفاظ على ثوابت الجيش الوطني من جانب، ومن جانب الآخر هو في استمرار تثبيت وقف إطلاق النار وهذا الدور المصري الذي بدأ واضحا حتى من خلال زيارة أعيان ونشطاء من جنوب ليبيا ومكوناتها للعاصمة المصرية القاهرة قبل أقل من أسبوع من الآن، تليها زيارة لرئيس جهاز المخابرات المصرية إلى هنا إلى مدينة بنغازي ولقاء مع قائد الجيش، وتأتي هذه الزيارة للعاصمة الليبية طرابلس بالتأكيد في نفس هذا السياق أو دفع في نفس هذا الاتجاه، وهو المحافظة على وقف إطلاق النار الذي تحقق حسام ما بعد إعلان الرئيس المصري أو ما يسمى بإعلان القاهرة. كل الشكر لك محمد على هذه التفاصيل. من بنغازي حدثنا مراسل الحدث محمد مسعود. حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من أي محاولة يقوم بها الجيش الليبي لاستهداف القوات التركية في ليبيا، مهددا بأنه في حال حصل ذلك ستصبح قوات الجيش الليبي أهدافا مشروعة في جميع الأماكن. على حد قوله، على حفتر وداعميه أن يعلموا أنه في حال تعرضت القوات التركية لأي محاولة هجوم فسنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة في كل مكان، عليهم أن يدركوا ذلك. وفي رده على تصريحات أكار، أكد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي للحدث أن مصر شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي. بالواقع مسألة مهمة بالنسبة للمنطقة سواء مستوى الإقليمي أو مستوى الدولي، ومصر أحد أهم المتصدين لهذا الموضوع لتنفيذه، يعني مصر شريك حقيقي في الأمن
القومي بالنسبة لليبيا ولمصر وليس تركيا. بالتالي مصر عندما تذهب إلى طرابلس وأنها تذهب من هذا الجانب. بعد الكلمة التي تحدث فيها سيادة القائد العام للقوات المسلحة ونوه فيها إلى أن ما إذا تركيا ما ذهبت بعيدا بأطماعها وحاولت التوجه إلى هذا المفتش سيكون هناك رد مناسب والذي لم تتوقع. بالتأكيد نحن هنا يعني نحن نرفض كشعب مسألة جيش والشعب وليس فقط حتى مسألة جيش وقوات مسلحة فقط. في السودان أكد قيادي بقوى التغيير أن حل الحكومة الانتقالية الحالية وإعلان التشكيل الوزارية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، موضحا أن الإجراءات المتفق عليها بحل الحكومة بالكامل وإعادة تشكيلها من جديد وليس إجراء تعديل وزاري. وهذا ونفى القيادي بقوى التغيير ما تم تداوله بشأن تقسيم الوزارات بين شركاء الفترة الانتقالية مع بقائها مجرد مقترحات على حد قوله، كاشفا عن مطالبة الحركات المسلحة بعدد من الوزارات السيادية من بينها الخارجية والمالية إلى جانب وزارتي التربية والتعليم والتنمية العمرانية. وتتكون الحكومة الجديدة من 26 أو 26 وزارة بعد تفكيك عدد من الوزارات من بينها التجارة والصناعة أو 23 وزارة تحديدا، 23 منها وسط التوقعات بأن تضم وجوها جديدة من قيادات الأحزاب السياسية بعد انتقادات طالت عددا من الوزراء المستقلين. ومن المقرر أن تعقد الأطراف أطراف الحكم يعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة للتوافق على قوائم المرشحين في كل الوزارات. اعتبر بعض المسؤولين في إيران أنه لا بد من إعادة مبلغ 30 مليار دولار صرفت على الحرب في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية قبل الشروع بعملية إعادة الإعمار هناك، حيث لم يتم حتى الآن البدء بتنفيذ أي اتفاقيات اقتصادية بين البلدين كان من المفترض أن تبدأ بموجبها مشاريع سكنية ومواصلات ومصارف. قال المساعد العسكري للمرشد خامنئي إن إعادة إعمار سوريا ستستغرق عدة سنوات تتطلب ما لا يقل عن 300 إلى 400 مليار دولار، مضيفا أن إيران يجب تعويض التكاليف التي تكبدتها في سوريا، والسوريون مستعدون لتعويض تلك التكاليف من مناجم النفط والغاز والفوسفات السورية بحسب تعبيرهم، ولم يتم اتخاذ أي جانب اقتصادي من بنود الاتفاقيات السياسية بين طهران ودمشق. بلغت صادرات إيران إلى سوريا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 73 مليون دولار فقط، والواردات من سوريا 10 ملايين، في حين بلغت الصادرات التركية إلى سوريا في سبتمبر من هذا العام وحده أكثر من 100 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تطورات الملف السوري ولا سيما أيضا المتعلقة بالإقليم الشمالي من سوريا، الأنظار تتجه الآن إلى شمال شرق سوريا مع نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف أيضا سيكون حال قوات سوريا الديمقراطية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن. المبعوث الأمريكي السابق لسوريا جيمس جيفري قدم 4 نصائح
للأكراد تحديدا، وقال أن عليها تجنبها كي تحافظ على الدعم الأمريكي، وهي أولا عدم استمرارها بإرسال شحنات النفط إلى نظام الأسد من مناطق سيطرتها، إضافة إلى عدم إعلان الحكم الذاتي أو الاستقلال عن سوريا بأي شكل من الأشكال. كما دعت جيفري قوات سوريا الديمقراطية إلى قطع علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني. أما النصيحة الرابعة التي قدمها جيفري لقوات سوريا الديمقراطية، وهي عدم شن أي هجوم على تركيا من شمال شرق سوريا. وفقا لتقارير أيضا نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، فإن الأوساط الأمريكية ترى أن لا بديل عن قوات سوريا الديمقراطية لضمان احتواء داعش. وقالت المصادر أن دعم قوات سوريا الديمقراطية يعد أحد أدوات الضغط على النظام السوري ليقبل بحل سياسي. ترى الأوساط الأمريكية أن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية قسد يعتمد على مشاورات سياسية يجب أن تجري مع الحكومة السورية في دمشق، وذلك بشكل مستقبلي. وقالت المصادر إن واشنطن ترى أن بقاء قوة عسكرية مستقلة عن الجيش السوري مستقبلا شمال شرق سوريا هو أمر قد يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. الحديث عن كل هذه التطورات في هذا الملف ينضم إلي الآن من مدينة بروكسل السيد حسين عمر، الباحث والكاتب السياسي. مساء الخير أستاذ حسين، وأهلا بك على شاشة الحدث. أربع نصائح قدمها المبعوث الأمريكي الخاص السابق لقوات سوريا الديمقراطية. بداية، قبل الحديث عن هذه النصائح الحقيقة، دعنا نتحدث عن ثقل قوات سوريا الديمقراطية، أهمية المنطقة التي تسيطر عليها، وأيضا العوامل التي تعطيها القوة في هذه المنطقة. مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام. أعتقد بأن قوى سوريا الديمقراطية هي مجموعة من أبناء المنطقة. تكونت هذه القوات للدفاع عن المنطقة ضد الأخطار التي كانت تهدد المنطقة من قبل التنظيمات الإرهابية، وما زال الحاجة إلى هذه القوات بشكل أكبر من الأول لتحقيق الاستقرار وإنهاء بؤر إرهابية ما زالت موجودة ضمن المنطقة، وكذلك المخاطر التي تهدد المنطقة وتهدد سوريا من قبل الإرهابيين الذين يدخلون على الأراضي السورية من الأراضي التركية تحديدا. هذه القوات تكونت قبل الدعم الأمريكي، قاتلت المجموعات الإرهابية قبل حتى وجود أي قوات تساعدها في المنطقة، ومستمرة هي بدعم تحالف الدولي ليست فقط الأمريكي بالخطة المرسومة لها. هذه القوات لا تعادي أي توجيه حتى هذه اللحظة، هي تعادي فقط من يعاديها، تدافع عن المنطقة، عن أبناء المنطقة ضد المخاطر، ضد من يحاول إنهاء وجود شعب هذه المنطقة ومكونات هذه المنطقة. ولها أطماع، يعني أطماع، حتى تطمح هذه القوات إلى أن طموحات. تكون سوريا كلها محررة. نعم، طموحات أن تكون كامل أراضي سوريا محررة، سوريا ديمقراطية، سوريا تعددية لا مركزية، ينعم فيها كافة المكونات بالحرية والكرامة والمواطنة المتساوية. طيب، برأيك ما الدلالة الزمنية الآن التي دفعت السيد جيفري لتقديم هذه النصائح الأربع لقوات سوريا الديمقراطية؟ هو لم يقدم لقوات سوريا الديمقراطية هذه النصائح. هذه النصائح لا أعتبرها نصائح بالحقيقة، لأن قوات سوريا الديمقراطية لم تهاجم في يوم من الأيام الدولة التركية والأراضي التركية، لم تطلق طلقة واحدة باتجاه الأراضي التركية منذ تأسيس. طلقت ضربات وقبل ذلك نعم، هل يعني لم تقم بالهجوم ولكن تلقت هجوما تقصد؟ بالتأكيد تتلقى دائما ويوميا، وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك قصف مدفعي تركي على منطقة عين عيسى وكذلك بقية المناطق التي هي تتواجد فيها القوات الأمريكية أيضا والقوات الروسية وقوات النظام السوري. لذلك هذه النصيحة مردودة باعتقادي على جيفري، وهو يحاول هنا أن يحفظ ما وجهه بالأولا، و
يحاول أن يتماهى مع المخططات التركية في المنطقة. الموضوع الآخر، العلاقة مع حزب العمال الكردستاني هي علاقة سياسية أكثر مما هي علاقة عسكرية. يبدو أن أعتقد أنكم رأيتم بيان لقوات سوريا الديمقراطية قبل فترة، قالوا انتهت مهمة حزب العمال الكردستاني، ساعدنا في وقت كنا بحاجة إليه للمساعدة. والأمريكيون كانوا يعلمون ذلك ويشاهدون مجموعات من قوات حزب العمال الكردستاني وهي تقاتل داعش جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. الآن انتهى هذا. نعم، المكون الكردي في العراق أجرى استفتاء على الانفصال، هل هناك نوايا برأيك لدى المكون الكردي في سوريا وتحديدا قوات سوريا الديمقراطية؟ لا، ليست هناك لا نوايا قريبة ولا بعيدة في هذا الموضوع. قوات سوريا الديمقراطية كما قلت قبل قليل تهدف إلى سوريا موحدة، سوريا وهي القوة الوحيدة حقيقة التي حافظت على حدود الدولة السورية حتى هذه اللحظة، أكثر من النظام وأكثر من المعارضة التي المرتهنة لتركيا تحديدا. المعارضة المرتهنة لتركيا ترفع علم تركيا داخل الأراضي التي تسميها محررة، تفرض اللغة التركية كلغة تعليم، الثقافة التركية، حتى الفلكلور التركي أصبح الفلكلور السائد في تلك المنطقة. لكن في مناطق قوات سوريا الديمقراطية التي يقولون عنها هي محتلة أمريكيا أو ما إلى ذلك، لن ترى غير علم المنطقة، علم قوات سوريا الديمقراطية مرفوع فيها. ليس هناك أي لغة مفروضة على أبناء المنطقة، العرب يدرسون بلغتهم والكرد بلغتهم والسوريان بلغتهم. لذلك هذه المسائل ليس لها، لأن الهدف الرئيسي أو قوات سوريا الديمقراطية تعمل تحت نظرية الأمة الديمقراطية، هذه النظرية التي ترى في وحدة مكونات سوريا وإعادة اللحمة لهذه المكونات بشكل أكبر هي الهدف الاستراتيجي لهذه القوات، وهي لا ترى نفسها قوات كردية كما يمكن تسميتها، إنما هي قوات مؤلفة. يمكن أن تكون هناك مجموعات كردية ضمن، لكن في هذه المرحلة قوات سوريا الديمقراطية تضم أكثر من 50% من العنصر أو المكون العربي الموجود في المنطقة ومن المكونات الأخرى. لذلك هذه القوة ليس في وارد. أنا يعني أسف جدا المقاطعة، ولكن الحقيقة الوقت المخصص لهذه المقابلة انتهى بالفعل. كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل. من بروكسل حدثنا الأستاذ حسين عمر الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. الخبز غير المتوفر في المنازل لانعدام الغاز والقمح، ليس بسهل الحصول عليه من المخابز كذلك، حيث يحتاج المواطن السوري يوميا ما يقارب من 7 ساعات ليس للعمل وإنما للانتظار في طابور طويل للحصول على ربطة خبز، هذا إن حصل ذلك. دوام إضافي يضاف على هامش يوم السوريين، وقت انتظار الرغيف الذي يطول بطول الطوابير القاصدة للحصول عليه. هذا الدوام يتضمن أيضاً فترات المناوبة بين الأهل وأولادهم بهدف تجنب التأخر عن العمل أو المدرسة، لكن بمعظم الأحيان تفوتهم الساعات الدراسية الأولى. وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن أحد السكان واسمه أبو محمد، فإن الحصول على ربطتي خبز من المخابز الخاصة يستغرق من 3 إلى 7 ساعات يومياً، يضاف إليها سعرها الذي يفوق ب10 أضعاف السعر الرسمي المحدد للخبز والبالغ نحو نصف دولار أمريكي. الخشب والغاز مفقودان، كما أن أطنان القمح اختفت في وقت سابق من الشهر الحالي أثناء إنزالها من السفينة. يقطع الطريق أمام قدرة المواطنين حتى على إعداد الخبز في المنازل، مفسحين المجال أمام تجار الأزمة في السوق السوداء، وصف أطلقه الأهالي على المخابز في سوريا. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. انطلاق الدفعة الأولى من التطعيم ضد كورونا، وسيدة عمرها 100 عام هي أول من تحصل على اللقاح في ألمانيا. Thank you.
سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث، مع رحلات الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان. أهلا بكم من جديد. أعدمت السلطات الإيرانية نهار السبت السياسي عبد الحميد ميربلوش، وقدمته كأحد المتهمين بالتشدد وبقتل 2 من الحرس الثوري بالرصاص قبل 5 أعوام بحسب زعمها. ومنذ اعتقال عبد الحميد بسجن قرابة 1 و6 أشهر من الحبس الانفرادي دون تحديد مصيره، وتعرضه أيضا وفقا لأفراد من أسرته للتعذيب لانتزاع اعترافات منه بقتل رجال الأمن. للمزيد عن هذه الانتهاكات المتعلقة بملف حقوق الإنسان وأيضا الاتهامات والإعدامات والإجراءات التعسفية بحق الإيرانيين، هذا العام عام 2020 كان عام المشانق في إيران بامتياز كما يصنفه ويصفه معارضون إيرانيون، إلى درجة أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب شخصيا طالب في شهر سبتمبر الماضي بألا ينفذ حكم الإعدام بحق بطل مصارعة نفيد أفكاري دون جدوى. أفكاري أنذاك جذب أنظار العالم بسبب إجباره على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، لينتهي به الأمر بحكم إعدام على خلفية معارضته للنظام فقط. هذا التعذيب لم يكن حكرا على أفكاري، بل طال ويطال كل يوم معظم المعتقلين السياسيين في زنازين النظام الإيراني وفقا للمنظمات الحقوقية ووفقا أيضا لمركز إيران HRDC الحقوقي. فأن الحكومة أعدمت 123 معارضا خلال العام الحالي فقط، عام 2020 عام المشانق بحسب المعارضين، آخرهم نهار السبت. آخر هؤلاء السياسي السني عبد الحميد ميربلوش زاهي، الذي اتهم بحسب النظام بالتشدد وبقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني برصاص قبل 5 أعوام بطبيعة الحال بحسب زعم النظام الإيراني هناك. كما فجع العالم والشعب الإيراني في بداية شهر ديسمبر الجاري بتنفيذ حكم الإعدام بحق صحفي معارض بارز هو روح الله زام، الذي تم اعتقاله أيضا بعد أن كان يعيش لسنوات في منفاه بفرنسا. روح الله زام وهو مؤسس وكالة أماد نيوز التي لديها 1,000,000 متابع على مواقع التواصل وعلى شبكة الإنترنت. خبراء الشأن الإيراني يقولون إن تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية زادت من حركة الإعدامات هذه والطريقة العنف التي تدار بها الأمور، وذلك بهدف إخافة الإيرانيين وإسكاتهم. الحديث عن هذا الملف ينضم إلي الآن من مدينة دبي الأستاذ مسعود الفك، الباحث في الشأن الإيراني. مساء الخير سيد مسعود، وأهلا بك في هذه النشرة. عام المشانق إذن بحسب وصف الإيرانيين والمتابعين لهذا الملف. حدثنا عن عام 2020 والعوامل التي دفعت النظام الإيراني لرفع مستوى الترهيب ومستوى العنف لديها. تحية لك وللمشاهدين الكرام. حتى نعرف أسباب الإعدامات في هذه السنة، علينا أيضا أن نلقي نظرة على عقدين من الإعدامات في إيران ونرى الإحصائيات للسنوات الماضية منذ سنة 2000 إلى 2020. وهذه السنة تم إعدام حوالي 8,500 شخص وفقا لتقارير منظمة العفو الدولي ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية. ولكن هذه السنة كانت الإعدامات أكثر تشمل السياسيين، يعني أكبر نسبة من السياسيين تم إعدامهم هذه السنة تقريبا.
حيث يقال بأن هنا بين 10 إلى 15 سياسي تم إعدامهم هذه السنة. طبعا هناك إعدامات تشمل القصاص، إعدامات للمواد المخدر، للمخدرات قلت الإعدامات بسبب الضغط الدولي على إيران، بما أنها هي تعتبر أكبر دولة تنفذ عقوبة الإعدام، بين 20 دولة لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام بالعالم، حيث حصتها من الإعدامات تقريبا ثلث عدد الإعدامات في العالم. الأولى تأتي الصين وبعد الصين تأتي إيران، ولكن لو قارنا عدد السكان في الصين بإيران قد نجعل إيران تكون متقدمة على الصين في تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الحالة. طيب، يعني بعيدا عن وجهة النظر أو العقلية التي تدير بها إيران الحكم خصوصا في هذه الأوقات، كيف تستخدم طهران والنظام في إيران وسيلة الإعدام أو نهج الإعدامات للضغط السياسي؟ عندما النظام دائما يصل إلى مأزق سياسي وإلى مأزق اقتصادي ومأزق اجتماعي، هذه المأزق تدفع النظام دائما إلى إيجاد حلول أمنية، والإعدامات دائما في مقدمة الحلول الأمنية للأنظمة التي ليست لديها حلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل البلد. إيران لا تستطيع حل الكثير من معضلاتها الاقتصادية والاجتماعية، لذا تلجأ إلى هذا الأسلوب حتى تستطيع أن تسيطر على الوضع. استخدام الإعدام في هذه الحالة يفسر بأنه وسيلة للقمع ووسيلة للإسكات حتى لا يتم احتجاج على هذا الوضع، على هذه المأزق التي يعاني منها النظام ويعاني منها المجتمع أيضا في نفس الوقت. طيب سيد مسعود، الحقيقة يعني لا يشك أي شخص بعدم استقلالية القضاء في إيران، ولكن على المستوى المحلي كيف تبرر السلطات هناك تلفيق الاتهامات لبعض السياسيين، ومنها اتهامات الحقيقة يعني غريبة عجيبة بحسب المتابعين للملف؟ المشكلة الأساسية بالنسبة لكثير من المحاكمات وخاصة المحاكمات السياسية هي جعلها محاكمات تعتبر بالأمن، بينما التهمة السياسية هي ليست تهمة أمنية أصلاً، النشاط السياسي ليس تهمة. ولكن في إيران يتم مزج التهمة السياسية والتهمة الأمنية، وتحت غطاء التهمة الأمنية يتم محاكمة السياسي. هذا ليس فقط، بل تتم المحاكمات عادة خلف الأبواب المؤصدة وفي محاكم الثورة. من بعد 40 سنة انتهت الثورة، وكان من المفروض محاكم الثورة تنتهي في السنة الأولى أو السنة الثانية من بعد انتصار الثورة، ولكن لا تزال محاكم الثورة وهي محاكم استثنائية تعقد وتصدر أحكام خلف الأبواب المؤصدة، بعض الأحيان دون حضور المحامين. طبعا لا توجد هيئة محلفين حتى في محاكم الثورة. طيب، بعض الذين يعني يقدم النظام الإيراني على إعدامهم ويعني إلحاقهم بمحاكمات غير عادلة، منهم من يحملون الجنسيات الأجنبية، ومنهم أيضا من كانوا قد قضوا وقت في منفاهم مثل الصحفي سيد زام. كيف تمكنت إيران من استدراجه إلى الداخل ويعني إعدامه في نهاية الأمر؟ مسألة إيران لم تستدرجه إلى الداخل، إيران تم استدراجه إلى بلد ثالث وهو العراق مثلا زم، بما أنه إيران لديها ميليشيات أو عناصر مرتبطة بها تساعدها على استدراج الشخص واعتقاله ونقله إلى إيران، لذا تختار البلدان السهلة منها بهذا الخصوص. وحتى في تركيا استطاعت إيران أن تستدرج عدة أشخاص، وآخرهم كان حبيب شيود وهو من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهناك أيضا
شخص استطرجته إلى طاجكستان ونقلته إلى داخل إيران. هذه العمليات دائما تتم في هذه الدول التي بإمكان إيران أن تتحرك فيها. العملية ليست عملية معقدة، من السهولة إيجاد سيناريو وإيجاد طمأنة لشخص ما ونقله إلى بلد آخر، ولكن على الذين يعانون لديهم ملفات في داخل إيران أن لا يسافروا إلى بلدان قد يتم إلقاء القبض عليهم في هذه البلدان ونقلهم إلى داخل إيران. اللوم على الذين هم يقبلوا مثلا السفر إلى العراق مثل زم. زم كيف يسافر إلى العراق؟ هو يعرف الوضع، العلاقة بين إيران والعراق على أقل تقدير، إن لم يكن على المستوى الرسمي، على المستوى غير الرسمي ومن خلال الميليشيات، كيف هو؟ كيف ينتقل ويروح إلى العراق؟ هذه كانت غلطة كبيرة منه هو أيضا. كل الشكر لك على هذه التفاصيل. من دبي حدثنا مسعود الفاك الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. مرة جديدة بدأت دول الاتحاد الأوروبي رسميا توزيع لقاحات فايزر بايونتك المضادة لكورونا، وذلك لمواطنيها البالغين البالغ عددهم 450 مليون نسمة. أعطيت الأولوية في توزيع اللقاحات للأشخاص الأكثر ضعفا والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بأنفسهم أو يعتنون بهم، وأيضا بعض السياسيين بغرض طمأنة الجمهور بأن التطعيمات آمنة. وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلو فاندرلين بدء التطعيم بأنه لحظة مؤثرة من الوحدة. مراسلو الحدث في عواصم أوروبية مختلفة يتابعون حملة التطعيم هذه. من برلين تحدثنا مراسلة الحدث راغدة بهنام، ومن العاصمة الفرنسية باريس مراسل الحدث سعد المسعودي. مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. اسمحوا لي أن أبدأ مع مراسلة الحدث راغدة بهنام في العاصمة الألمانية برلين. مرحبا راغدة، حدثينا عن الأرقام المتعلقة بحملة التطعيم هذه في ألمانيا تحديدا. مرحبا حسام، بالفعل يعني اليوم انطلقت هذه الحملة صباحا في دور المسنين، ولكن قبل قليل في هذا المركز الذي خلفي، هذا واحد من أكثر من 400 مركز في كامل ألمانيا الذي بدأ باستقبال الأشخاص لإعطائهم هذا اللقاح. دخل قرابة 50 شخص إلى داخل هذا المركز الذي هو أصلا يعني قاعة مؤتمرات في برلين، تحولت إلى مركز تلقيح، واحد من 6 مراكز في العاصمة الألمانية برلين. الذين دخلوا كانوا من الأطقم الطبية العاملة في دور المسنين ومع المرضى الذين هم بحاجة لرعاية خاصة ومناعتهم ضعيفة. يعني هذه هي من الفئة، هؤلاء كانوا من الفئة أو هم من الفئة الأولى التي تريد ألمانيا أن تعطيهم اللقاح، إلى جانب المسنين الذين الموجودين في دور العجزة. هناك في برلين تحديدا 30,000 مسن في هذه الدور. اليوم وصل إلى كل ولاية، يعني إلى ولاية برلين 9,750 طعم من يعني هذه اللقاحات المضادة لكوفيد 19، وكل ولاية أخرى من الولايات 16 باستثناء واحدة تلقت العدد نفسه، يعني بحسب الحجم الولاية تلقت أعداد أقل. يوم غد ستصل لكل ولاية أيضا أعداد مضاعفة، يعني قرابة 30,000 أكثر يعني من مضاعفة، أكثر قرابة 29,000 جرعة كل ولاية ستتلقاها.
ولكن يعني عمليات التلقيح ستستمر في الأسابيع المقبلة، تركز فقط على المسنين في دور العجزة وأيضا على الأطقم الطبية العاملة معهم. راغدة، يعني كما هو واضح من خلال الصورة في باريس وأيضا في برلين، الظروف المناخية، حالة الطقس صعبة للغاية. هل هي تشكل عقبة أمام الراغبين في الوصول إلى مراكز التلقيح؟ هو اليوم يعني كما ذكرت أنه ليس هناك العمل الفعلي في هذه المراكز، سيبدأ مطلع العام المقبل. يعني معظم هذه المراكز 440 تحديدا ستبدأ عملها فعليا في مطلع العام، ولكن الآن يعني كان هناك باص كل هؤلاء المجموعات الذين وصلوا إلى هنا، وفي الداخل يعني كان هناك أكثر من 120 مقعد يديرها الجيش الألماني. يعني الجيش الألماني هو من يدير هذه العمليات في الداخل بالتعاون مع الصليب الأحمر. بالطبع يعني الظروف المناخية هي دائما حد في أوروبا، ولكن الآن ليس هناك صفوف طويلة، وكانت هذه واحدة من الأسباب يعني التي دفعت فعلا الحكومات المحلية أن تقرر وترسل يعني الفانات أو السيارات المتنقلة إلى دور المسنين إلى الداخل، كي تتجنب أن يكون هناك انتظار لهؤلاء المسنين في يعني هذه الحالات يعني الطقس يعني الباردة جدا ووقوفهم يعني لوقت طويل. الصورة من باريس ينقلها إلينا سعد المسعودي مراسل حدث في العاصمة الفرنسية، تفضل سعد. أهلا حسام، طبعا كما تعرف هو يوم الأحد هو بداية التطعيم الذي سيكون رمزيا إلى حد ما، اختيار بعض الحالات الصعبة جدا بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة والمصابين بأيضا كورونا. اليوم كنا طوال الصباح في مستشفى ريني موري، وكانت في سوفران شمال فرنسا، هناك مستشفى آخر سيتم أيضا أعطاء هذه اللقاحات في ديجون وسط شرق فرنسا. الحالات التي علمنا من إدارة المستشفى عندما اتصلنا بهم قالوا بأن 9 حالات سيتم أعطائهم اللقاح هذا اليوم كمرحلة أولى، وهو هي مرحلة مركزية لبداية التطعيم، ولكن ابتداء من الأسبوع المقبل ستزداد هذه المراكز إلى 23 مركز، ثم الشهر المقبل سيكون أكثر من 100 مركز، وهكذا سيتم التطعيم بالنسبة للفرنسيين، وسيفتح باب من يريد من يرغب بهذا أخذ التلقيح. كما تعرف هناك مخاوف عند الفرنسيين لحد الآن، حوالي 60% من الفرنسيين يفضلون الانتظار قليلا لحين النتائج بعد هذا اللقاح، ومن ثم سيتشجعون لأخذ هذا اللقاح. سريعا معلش سعد، يا أرجوك سريعا، هل هناك بعض المشاهير أو رجال السياسة من تلقوا هذا اللقاح أمام الشاشات الكاميرا؟ اليوم تم يعني اختيار امرأة بعمر 78 سنة وهي من الدور المسنين، أخذت هذا اللقاح، وهو كما قلت هو يوم رمزي، ولكن بالأيام القادمة بالتأكيد ستشهد بعض الشخصيات السياسية والثقافية والفنية سيأخذون هذا اللقاح لتشجيع البقية لأخذ اللقاح، والعملية ما زالت طويلة. كل الشكر لكم على هذه التفاصيل. الفرنسيين تعمل بتأمين 67 مليون و900 طبعا. نعم، الحقيقة سنكتفي بهذا القدر بطبيعة الحال صعوبة الطقس هناك والحالة القاسية هذه. كل الشكر لكم من برلين، حدثتنا مراسلة الحدث راغدة بهنام، ومن العاصمة الفرنسية باريس سعد المسعودي، شكرا جزيلا لكم. قتل المواطنة اليمنية أحلام العشاري في منزلها وبين أطفالها 4 تحولت قضية رأي عام يمني ودولي مع اعتراف داخلية ميليشيا الحوثي بالقتل. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أدانت الجريمة معلنة أنه وفقا لشهود عيان فإن المسلحين حوثيين دهموا منزل أحلام في منطقة العدين بحثا عن زوجها، وعندما لم يعثروا عليه انهالوا بوحشية عليها بالضرب وأبرحوها حتى الموت. أوضحت المنظمة أن الجريمة ليست غريبة عن سجل الحوثي الحافل بالقتل والاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري. لفتت المنظمة إلى قضية مقتل أحلام الأهمية، وأيضا
كشف الاعتداءات الحوثية المتكررة بحق المدنيين. بيّنت المنظمة أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة التعذيب الوحشي والإخفاء القسري بغية انتزاع اعترافات من خصومها وصولا إلى المحاكمات السياسية. دعت المنظمة إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في كافة الاغتيالات التي حدثت في اليمن ومحاسبة المسؤولين عنها. وصلت السلع الغذائية الخاصة بمركز الملك سلمان للإغاثة إلى محافظة حجة اليمنية. بدأ أهالي حجة في تسلم المساعدات الإنسانية التي تأتي في إطار حرص السعودية الدائم على تقديم يد العون للشعب اليمني. قام الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بتفجير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر. يا قاسم اسمعك ارسل باقي نص ميل من الشعب حق مثلا. الله اكبر السلام. الان ايوه البرتقال، هات البرتقال. التهمت النيران عددا كبيرا من خيم اللاجئين السوريين في أحد المخيمات في منطقة البنية شمالي لبنان، ذلك بعد تطور خلاف بين أحد أبناء البنية وعمال سوريين. تسبب تساقط الكثير للثلوج في قطع عدة طرق بين ولايات الجزائر تحديدا شرق البلاد، ما اضطر الجيش الجزائري للانتشار ومحاولة فتح الطرقات وإنقاذ العالقين فيها. الأخبار من الحدث. إيران تزيد ضغوطها على العراق، ميليشياتها تهدد ووزاراتها تخفض وقود الغاز لقطع الكهرباء. وسائل إعلام ليبيا تتحدث عن أن الوفد المصري بحث مع وزير خارجية الوفاق عدة ملفات من بينها إعادة فتح القنصلية في طرابلس. القوى السياسية السودانية تسابق الزمن لحل أزمة الحكومة، وأنباء عن إمكانية تشكيلها قبل نهاية العام الجاري، ومعارضون ومنظمات حقوقية يصفون نظام طهران بالدموي، يعتبرون عام 2020 عام المشانق في إيران. نهاية النشرة، إلى اللقاء.